يمكن ملف الصناعة هو من أهم الملفات أو واحد من أهم الملفات اللي موجودة في مصر النهاردة لأسباب كتير، أسباب ليها علاقة بالمنتج القومي، أسباب ليها علاقة بالقطاع أو رفض الإعلان، أسباب ليها علاقة بالتنافسية والتنافسية المستدامة في مصر برضه يعني. عارف أبين إن أنا النهاردة كنت عايز أسأل أستاذ نور، هو واضح ان حضرتك في البدايه او بدايه توليك لهذا المنصب حدثت عن استثمارات قدرها 3 مليار جنيه هيتم الدفع بها في استكمال بعض الاهداف الصناعيه والابنيه التحتيه حوالي 36 مليار في خلال 9 شهور. احنا لسه بدايه نعرف ما الذي تم في هذا الدفع وما الذي يعود على هذه الاستثمارات. هذا المؤتمر وهي كلمة افتتاحية استفتاها وهي تم التأكيد فيها على تعقيد القطاع الخاص للحكومة. وبالفعل أنا هيك أؤكد إنه بدون التعاون ما بين القطاع الخاص والحكومة لن نتمكن من النجاح. وهقول إنه عدد النجاح او الفشل هيكون بالنسبه لنا جميعا، بالنسبه لمصر كله كارثي. ارحب بهذا التعاون وارجو ان يستمر وان يكون. ولعل هذا التعاون ليس فقط في الاستجابه لما تطلبه الحكومه او ما تمسكه الحكومه من خطط، انما ايضا لاجراء حوار مستمر، حوار استمع فيه الحكومه الى الاقتراحات وايضا الى النقد الذي يوجه لها، لانه بدون هذا الحوار لن نتمكن من اقناع بعضنا البعض والتعاون بنوايا حاسمه وحلول مستقبليه.